خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج خاص، أوضح سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات جهود الوزارة في تطوير خدمتها المقدمة للجمهور والارتقاء بها إلى أعلى المستويات من الجودة والكفاءة، وذلك ضمن مبادرة تطوير 500 خدمة حكومية. وزارة المواصلات والاتصالات عملت بشكل حثيث مع اللجان المختصة، ويمكن على وجه الخصوص عملت مع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات على تطوير 27 خدمة في مختلف قطاعات الوزارة. وكان لشؤون الموانئ والملاحة البحرية يمكن النصيب الأكبر، كان هناك في 21 خدمة تم تطويرهم بشكل إلكتروني. يمكن من أهم هذه الخدمات اللي تم تطويرها اللي هو خدمة تسجيل قوارب الصيد والنزهة، وأيضا خدمة تجديد التسجيل، وخدمة أيضا نقل ملكية السفن الصيد. هذه الخدمات في السابق كانت تتطلب من الشخص أنه يأتي شخصيا وذاتيا إلى مبنى مكتب تسجيل السفن على أساس أنه يقوم بهذه الإجراءات، أما الآن فهي تتم بشكل إلكتروني وتستغرق فقط يوم واحد على أساس إصدار الشهادات.